من ضيعة منسية على خريطة لبنان إلى ضيعة مضيئة على خريطة العالم، كما قيل. هكذا جعلها البسبوس الذين وضعوا أول بصماتهم في كنيسة سيدة الانتقال راشانة. وهي كابيلا صغيرة بنيت حوالي عام 1950، تميزت بأول عمل إبداعي للفنان ميشيل بسبوس الذي نحت مذبحها ببلاطة كبيرة محمولة على أقدام نقش عليها العشاء السري. تقام فيها القداسات في الأعياد المريمية فقط، ولكنها هي أقرب إلى مكان خلوة وصلاة أكثر منها إلى كنيسة أو كابيلا.